قرية المغشية، قرية واجهة سياحية من أفضل القرى وأنظف القرى، فيها تمدد عمراني وقاعد التمدد قاعد يزيد ويزيد، وتحتاج إلى مشاريع كثيرة، منها تنظيم الشوارع، زيادة المدارس، كذلك يعني مناطق أو بالأحرى مراكز شبابية محتاجين. عندنا حين مثال نادي المالشية موجود الوحيد ومع الأسف مغلق لأنه لا يوجد تيار كهربائي. احنا نعاني من بعض المشاكل اللي هي المجاري، العمالة السائبة موجودة، يعني تعرف انت احنا خليط هني اجتماعي لا اعرافه ولا يعني عاداته. احنا ساعات نشوف يعني ما اقولك التفسخ اللي قاعد يصير، يعني تخيل يعني اجانب يعني خاصة من الاناث يعني مو من الذكور يعني في حال تعري ولا اكثر، اجزاي قاعد يزيد يعني هالشغلة هذه. واحنا نحاول بقدر المستطاع وكل الجهات الأهلية في القرية تحاول أن توقف هالأشغال، لكن بعد تعرف إحنا واجهة سياحية، بحر عندنا المالشية والكل يجي ومن حتى دول الخليج يعني يمرون على المالشية، والمالشية صارت معروفة. لازم هني التوجه الحكومي يمتد إلى تطوير هذه القرية وعلى قولتهم تعمير هذه القرية بأشياء كثيرة، مثل ما قلنا المدارس، محتاجين لمدارس. عندنا مدرسة واحدة يعني حوالي احنا اكثر من 6000 مواطن، بس مدرسة واحدة ومدرسة حق البنات، يعني محتاجين مدرسة حق البنين.